رسالة هذا المؤتمر الصحفي لوزير الأشغال ورئيس سلطة الطاقة ورئيس سلطة المياه لإضعاف الجهود الفلسطينية وأيضاً لتدميرها سواء كان في المحافظات الشمالية أو حتى مثل الطاقة والمياه وأيضاً قطاعات الأشغال؟ نحن على كافة الجهات دائمي الاتصال بالجهود حكومة التوافق الوطني فيما يتعلق بإعادة الإعمار ومن أجل الحديث حول جهود الحكومة. الكل يعلم عندما كان هناك عدوان على قطاع غزة أنه كان أكثر من 450 ألف مواطن فلسطيني متشرد في جميع أحياء قطاع غزة، وكان هناك عدوان ظالم، وكان هناك في مرحلة الإيواء الأولى، وأعتقد اليوم يعني أول ما نبشر به الآن في هذه المرحلة لا يوجد مركز واحد من الإيواء أو مواطن فلسطيني واحد في مراكز الإيواء، بل الجميع يعني خرج من هذا خرجنا من هذه المرحلة كحكومة بكل الجهد المثابر من كل الجهات المعنية وبالأخص وزارة الأشغال والإسكان. ولكن نبدأ بالحديث، نقول دائما أننا كما عودنا أبناء شعبنا الفلسطيني رغم الألم، أننا نتحدث عن ألم شعبنا والنابض بالحياة وصابر على هذا الألم رغم الجراحات ورغم العذبات ورغم الويلات التي يتجرحها شبابنا ونساؤنا وأطفالنا ومرضانا الذين قتلهم الحصار الظالم والجائر. هذا الحصار وهذا الظلم التاريخي الذي يوقف شعبنا في الضفة الغربية وغزة في صناعة الحياة، ونحن كمسؤولين نتفاجأ بأننا نستمد الأمل من أبناء شعبنا الفلسطيني من جنين وحتى رفح. أننا نقف اليوم هنا مع الأخوة والزملاء من الوزراء من موقع المسؤولية، وأنا من موقع مسؤوليتي كوزير أشغال وأسكان في حكومة الوفاق، لاستعراض أبرز المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال في المحافظات الجنوبية والشمالية، وكذلك إعادة الإعمار في المحافظات الجنوبية بتوجيهات ومتابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، والذي هو يترأس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة. الإنجازات ومن بعض هذه الإنجازات في الوزارة في المحافظة الجنوبية نؤكد على جهود الوزارة في توحيد والسياسات معايير عملية إعادة الإعمار والمتابعة التفصيلية على صعيد جميع المؤسسات الدولية، ومنها اليو ان دي بي والأوناروا واللجنة القطرية وبعض اللجان والمنحة الكويتية. كما قلنا هناك ملف وهو ملف إزالة الركام، أول ما بدأنا في موضوع إزالة الركام، وهذا كان هناك عبارة عن 2 طن من الركام، تم إزالة حتى الآن 560 طن من هذا الركام في أنحاء جميع قطاع غزة من شمالها إلى جنوبها، ونتمنى أن يكون هناك إسراع في هذا الأمر. بالنسبة إلى موضوع الإغاثة، عندما تحدثنا عن هناك أكثر كان في بداية وبعد انتهاء العدوان أكثر من 450 ألف مواطن فلسطيني وللأسف الشديد متشرد في أنحاء مناطق قطاع غزة الآن وفي مراكز الإيواء. الآن انتهينا من كل مراكز الإيواء وإفراغها وإرجاع جميع المدارس الوكالة والحكومية للعام الدراسي، وبدأ العام الدراسي بشكل جيد إن شاء الله. وهناك عدد جزء من هذه المهمات كان بتوفير عدد كبير من الكرفانات بأكثر من 2200 كرفان متنقل في جميع المناطق، وليس هذا الأمر اللائق لأبناء شعبنا، ولكن هذا كان في حال الطوارئ وكان إيواء سريع، وكنا نقوم كوزارة أشغال وأسكان بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والمتابعة الحثيثة من المجلس حتى الوزراء بالكامل ومن كل الوزارات المعنية بهذا الأمر. وهناك كان أكثر من توزيع أكثر من 23 مليون دولار في مرحلة الإيواء في المرحلة الأولى، وقمنا بتوزيع أكثر من 500 أسرة في مرحلة أولى من مراحل التشرد على كافة هذا القطاع بألف دولار، وتم صرف أكثر من 7000 شخص، وكل شخص كان ألف دولار بالتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان واللجنة القطرية. فلذلك نشكر الأخوة في اللجنة القطرية ورئاسة اللجنة القطرية مما ساعدونا في هذا التمويل المادي. تم منح لأكثر من قيمة غذائية لأكثر من 400 ألف أسرة في مرحلة العدوان، وكانت هناك وجبات غذائية سريعة في مرحلة العدوان، وكنا نقوم بالتمويل من الحكومة بالإشراف مع الوكالة الأونروا لأن الأوضاع كانت صعبة جدا في مرحلة الحرب. ونقول دائما مهما قدمنا لأبناء شعبنا نحن نقدم القليل، لأنه علينا الواجب وهذا اتجاه واجب أبناء أمام هذا الشعب الفلسطيني. وهناك التنسيقات في موضوع قضايا الإعمار، مما قمنا به من الإعمار في صرف مبلغ أكثر من 28 مليون دولار لما يقارب أكثر من 13 ألف أسرة فلسطينية، وكان هذا من خلال التنسيق بالأسماء والحصر الأضرار لهؤلاء العائلات، ومن خلال وكالة الأونروا بالتنسيق الكامل مع وزارة الأشغال. قمنا بالصرف كوزارة أشغال
وإسكان ب 6.6 مليون دولار لما يقارب أكثر من 3600 أسرة فلسطينية متضررة، وهذا كان جزء من المنحة القطرية تم توزيعه عن طريق وزارة الأشغال والإسكان من خلال وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني. هناك خلال برنامج المؤسسات الأخرى تم صرف بتنسيق مع وزارة الأشغال أكثر من 85 مليون دولار لما يزيد عن 90 ألف مستفيد فلسطيني من المتشردين من خلال وكالة الغوت، وبالتنسيق مع وزارة الأشغال بتحديد هذه الأسماء والمتضررين. وقمنا بصرف 6 مليون أخرى بتحويل من تمويل قطري من الهيئة اللجنة القطرية، ولكن قمنا نحن بالتوزيع كوزارة أشغال وإسكان مع التنسيق مع كل الجهات المعنية، وتم إيصالها لهؤلاء المتضررين. قمنا في وزارة الأشغال والإسكان بترميم وإعادة تأهيل بعض البيوت وحوالي 850 وحدة سكنية متضررة بشكل جزئي، وكان هذا دعم من الحكومة، وكان هناك مبلغ آخر من الحكومة بالتواصل مع، وهذا كان توقيع العقد بدولة رئيس الوزراء شخصيا مع مؤسسة UNDP بعشرة مليون دولار. تم تحديد هذه البيوت في منطقة شرق غزة ومنطقة شمال غزة لحوالي 850 بيت، وكان إجمالي هذه البيوت يصل إعمار هذا البيت من 10,000 دولار إلى 50,000 دولار، وتم إصلاح هذه البيوت بمبلغ 10 مليون دولار. قمنا بإصلاح أكثر من 155 وحدة سكنية متضررة بمبلغ 750,000 دولار من خلال اللجنة القطرية، ونحن كنا من ننسق كوزارة أشغال بطواقمها والفنيين والهندسيين. وقمنا بتدعيم أكثر من 660 بيت تدعيم مباشر لحظة حتى في مرحلة العدوان، وكنا نذهب إلى بعض البيوت الآيلة للسقوط خوفا أن يكون ضرر خطير على أبناء شعبنا الفلسطيني، وقمنا بتدعيمها وشراء بعض الدعم من بعض المقاولين، وتم تدعيم هذه البيوت. بالرغم أنه لا يوجد لدينا آليات حقيقة كافية في وزارة الأشغال والإسكان، وقمنا بالتنسيق مع دولة رئيس الوزراء باستئجار أكثر من 38 آلية من القطاع الخاص، وقمنا بفتح جميع هذه الشوارع لما يعادل أكثر من 18 كيلو متر مربع. تم فتح هذه الشوارع، وتم فتح عزل هذا الركام في بعض كثير من المناطق حتى يتسنى لأهلنا وللمارة من الذهاب إلى بيوتهم والوصول إلى هذه البيوت، لأن معظم المناطق التي حصل بها التدمير الشامل لحظة العدوان كان لا يسع المواطن أن حتى يذهب إلى هذا البيت. قمنا في مرحلة قريبة جدا قبل أسبوع بمنحة 5 مليون دولار، وتم حصر أكثر من 400 بيت، ويقارب هذا البيت بما يسمى بالضرار البليغة جدا، وهو ما يقيم هذا البيت من 15,000 دولار إلى 100,000 دولار. وتم من كل الشكر والتقدير للإخوة في الممولة من البنك الإسلامي للتنمية، والآن نقوم بالتنسيق الآن في هذه المرحلة الآن بكمان 5 مليون دولار في منطقة جحر الديك في قطاع غزة لإصلاح بعض هذه البيوت. لذلك نحن نشكر كل هذه الجهات الذي كانت جزء من هذه المنح كالمنحة الكويتية. قمنا بتحديد 1000 منحة كويتية وحدة سكنية، وقمنا الآن بإرسالها للإخوة بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الشؤون المدنية، وتم التوافق على 1000 اسم من هذه الأسماء، وتم بدء في قطاع غزة الآن بناء 1000 وحدة سكنية بدأت جميعها من شرق غزة إلى شمالها إلى جنوبها، وهذا أمر يعني بالمبشر بخير. كنا بالضغط والتنسيق مع الإخوان، ولكل الشكر للإخوة في وزارة الشؤون المدنية بالضغط على الجانب الإسرائيلي. حقيقة حصلنا ولأول مرة في من 8 سنين لدينا كحصار وبالذات في قطاع غزة على أنه من حق المواطن الذي يريد تطوير بيته من حقه أو يريد أن يطور هذا البيت إلى شقة جديدة، هذا كان ممنوع منعا باتا ولا يحق لأحد أن يدخل لو كيس واحد من الأسمنت. الآن تمت الموافقة من الجانب الإسرائيلي بالتنسيق مع الإخوان في وزارة الشؤون المدنية، وقبل 3 أيام تم الموافقة على مرحلة التشطيب، وهناك عدد كبير من البيوت لأكثر من 60,000 بيت تحتاج إلى بعض التكمليات التشطيبية، وهذا أمر لم يحصل من 8 سنين في مرحلة الحصار. تم التوافق مع من خلال الإخوان في وزارة الشؤون المدنية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي على مرحلة التشطيب، وبالتشطيب ما نقصد به اللي هو من يحتاج إلى 2 طن 3 طن، وهذا كان لا يوجد، وهذا كان يساعد على موضوع السوق السوداء حتى وصل كيس الأسمنت إلى 3,000 طن. الآن ممكن أن يكون لدى المواطن الفلسطيني وبالذات الغزي القيمة الفعلية وهي 550 شيكل
فسعر الطن من الأسمنت. بالنسبة إلى موضوع المنحة الكويتية، نحن قمنا بالتنسيق مع الإخوان في المنحة الكويتية، وكان هناك تم توقيع هذا العقد مع دولة رئيس الوزراء مع الإخوة الكويتيين بعقد 75 مليون دولار لموضوع الإسكان. أننا أتحدث عن موضوع الإسكان بالأخص، وقمنا بإعداد 200,000 وحدة سكنية تم إنجازها، ونتمنى أن تصل هذه الأموال، نحن في انتظار مجرد الأموال. نحن قلنا لأهلنا في قطاع غزة وكل أبناء شعبنا الفلسطيني، أول برج في قطاع غزة ضرب هو برج الضافة الرقم 4. نعم، بعد العدوان نحن ذهبنا على هذا البرج ووعدنا هؤلاء الأهل كحكومة فلسطينية، كحكومة الوفاق ووزارة الأشغال التي تمثل هذه الحكومة في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وبالأخص بعد العدوان في قطاع غزة. قد حصلنا على تمويل من الهيئة الخيرية وليس اللجنة الخيرية، كل الشكر لهم، على 4 مليون دولار، منهم مليون دولار إلى بعض إصلاح بعض هذه البيوت، وقمنا بإصلاحها بشكل كامل وبالتنسيق مع الوزارة وبطواقم الوزارة من الناحية الفنية والهندسية. والآن تم طرح عطاء البرج السكني بقيمة 3 مليون دولار للمقاولين الفلسطينيين، وستم فتح المضاريف حتى يرسى على أحد المقاولين، وهذا من البشرى. هناك سيكون في القريب العاجل بالنسبة إلى البرج الإيطالي وبعض الأبراج التي تم تدميرها، منحة من الحكومة الإيطالية ب 16 مليون دولار ستوقع في الأيام القريبة جدا. إنما نقول بالنسبة إلى وزارة الأشغال والإسكان في المحافظات الشمالية، ومما قامت به الوزارة بطواقمها ورجالها من أعمال على مستوى الوطن الفلسطيني، نقول دائما أنه هذه المشاريع التي تم إنجازها أكثر، حتى نختصر، أكثر من 38 مشروع تم إنشاء وإعادة تأهيل وإعادة إنشاء وصيانة مجموعة من الطرق في المخيمات في المحافظات المختلفة بقيمة 13 مليون شيكل و2 مليون دولار، ويضاف إلى هذا أكثر من 8 مشاريع طرق تم تمويلها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بقيمة 37 مليون دولار وبطول 36 كيلومتر مربع. وعلى سبيل المثال طريق نابلس، طريق الخليل، طريق السموع، طريق دير جديد، ومن هذه المشاريع التي تم تنفيذها. دائما نقول هناك بعض المشاريع الأخرى حتى الآن هي تحت التنفيذ، وإعادة تهيئة طريق قباطية في الجملة في محافظة جنين بتمويل من الوكالة الأمريكية وبإشراف وزارة الأشغال بمهندسينها وطاقمها، وهناك من الوكالة الكندية للتنمية CID أكثر من 14 مليون دولار الآن يتم بتطوير، وهناك إنشاء طريق المؤدي إلى محطة التنقية في محافظة الخليل وبتمويل USAID. طبعا يعتمد قطاع غزة على الخزان الجوفي لتوفير احتياجاته المائية لكافة القطاعات، وقدرة هذا الخزان هي 55 مليون متر مكعب، ومعدل الاستخراج الحالي يصل إلى 190 مليون متر مكعب، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه بسبب تداخل مياه البحر من جهة، إضافة إلى التلوث من مياه الصرف الصحي، حتى أصبحت نسبة التلوث تزيد عن 97% للخزان الجوفي. لقد عدت سلطة المياه جميع الدراسات والخطط المتوسطة وطويلة الأمد لحل مشكلة المياه في قطاع غزة بشكل جذري ونهائي، وتم إعداد البرامج والمشاريع الاستراتيجية لذلك منذ العام 2011، وبدأ العمل على توفير التمويل اللازم. لذلك القطاع تعرض كما تعلمون لحروب مدمرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، مما ترتب عليه تدمير كبير جدا للبنى التحتية، وكذلك تعطيل تنفيذ البرامج الرئيسية. على الرغم من كل هذه الصعوبات، استمرت سلطة المياه في العمل الدؤوب لتنفيذ البرامج وتوفير التمويل اللازم لذلك، وحسب الأولويات واحتياجات السكان على النحو التالي. أولاً، يعني إحنا هون نتحدث عن قضيتين أساسيات، في عنا قضية إعادة الإعمار، وفي قضية المشاريع الاستراتيجية لحل مشكلة المياه جذرياً في قطاع غزة. أولاً على صعيد إعادة الإعمار، طبعاً العدوان الأخير على غزة في تموز 2014 كبد قطاع المياه خسائر مباشرة بحوالي 34 مليون دولار. تم تأمين 27 مليون لإعادة الإعمار حتى تاريخه من الجهات المانحة، ويمكن تلخيص أهم النشاطات على النحو التالي. التدخل، طبعا في عنا، أنا بتحدث هذا النشاط غير الـ 34 مليون اللي تحدثنا عنها، في عنا 7 مليون تقريبا كان تدخل سريع أثناء الحرب،
وبعد الحرب مباشرة من خلال توفير المياه للسكان النازحين، وتوفير الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، توفير الكلور لتعقيم المياه، وعمل الإصلاحات العاجلة في شبكات المياه والصرف الصحي لمنع التلوث والحفاظ على حياة الإنسان. وكان إجمالي تكلفة هذا النشاط 7 مليون. هذا هو التدخل العاجل كان أثناء وبعد العدوان الأخير. 2، في عندنا الشروع يعني ما يتعلق بإعادة الإعمار، في الشروع بإعادة إعمار 26 بئر مياه، تم إنجاز 10 وجاري العمل وتحضير العطاءات ل 16 بئر آخر، وتقدر التكلفة الإجمالية لذلك بحوالي 2 مليون دولار. إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب، حيث تم إنجاز 104 مشروع بتكلفة 2,250,000 دولار، وجاري العمل ويتم الإعداد لطرح عطاء لعدد 12 مشروع بتكلفة 2,230,000 دولار. جاري العمل على تأهيل وإعادة بناء خزانات المياه، ويتم الإعداد لطرح عطاءات لتسعة مشاريع خزانات بتكلفة 3 مليون دولار. محطات معالجة المياه العادمة، تم إنجاز 4 مشاريع بتكلفة 1,000,000 دولار، وجاري العمل والتحضير لثلاث عطاءات مشاريع بتكلفة 1,200,000 دولار. محطات الضخ وشبكات الصرف الصحي، تم إنجاز 35 مشروع بتكلفة 1,920,000 دولار، وجاري العمل والتحضير ل13 مشروع بتكلفة 1,720,000 دولار. توفير معدات وإصلاح مباني إدارية وتدخلات غير مرئية بتكلفة 3,400,000 دولار. لتلخيص كل هذه الأعمال، نستطيع أن نتحدث أن تم إنجاز مشاريع بقيمة 9,100,000 دولار، وجاري العمل الآن سواء جاري العمل أو ضمن الإعداد للعطاءات بإجمالي 11,430,000 دولار. وجاري أيضا بنفس الوقت نعمل على توفير المبلغ المتبقي اللي هو 13,150,000 دولار. يمكن تلخيص أهم النشاطات في برنامج إعادة الإعمار بالأرقام على النحو التالي: تم إصلاح جميع وحدات التحلية وعددها 6 وإعادتها إلى منظومة التشغيل، تم إصلاح 10 آبار مياه وجاري العمل في 16 بئر آخر، تم إصلاح وتنفيذ 20 كيلومتر من الشبكات المدمرة، تم تنفيذ ما يزيد 12 كيلو متر من شبكات الصرف الصحي، تم إنجاز 85% من إصلاح وصيانة 10 مضخات صرف صحي، تم استبدال 43 مولد كهربائي وإعادة أيضا 50 مولد حتى تاريخه. جاري العمل على إصلاح الأضرار الجزئية في محطات معالجة المياه العادمة. أريد أن أبدأ بزف خبر قيام سيادة الرئيس بتوقيع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فلسطين، ووضعه حيز التنفيذ منذ أمس. وهذا القانون يتم ينظم ويرتب الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من الطاقة الشمسية وباقي أنواع الطاقة المتجددة، كذلك يأتي بإجراءات إلزامية من أجل تعزيز مفاهيم الطاقة، الترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة. وسأتحدث يعني في نهاية الكلمة إن سمح المجال ببعض الأمور العملية التي تزامنت مع إصدار هذا القرار أو تلك التي ترتبت على إصداره. ثانيا، أود الاتفاق مع زميلي وزير الأشغال العامة والإسكان ورئيس سلطة المياه أن جهود حكومة الوفاق في قطاع غزة وفي كافة القطاعات قد تجاوزت مفهوم إعادة الإعمار، بل تتجه نحو التخطيط الاستراتيجي المستقبلي. وكل الجهود الآن والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الحكومة تبين أن المطلوب هو ليس إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل الحروب، إنما إرجاع الوضع إلى ما يجب أن يكون عليه. وفي هذا الإطار أريد أن أتحدث عن مشروع استراتيجي هام تم إقراره من قبل الحكومة خلال الأسابيع الماضية، وهو خط الغاز، وتحدثت عنه الصحافة وأريد أن أوضح معالمه. هذا المشروع المقصود به هو تحويل محطة التوليد في قطاع غزة للعمل على الغاز الطبيعي بدلا من الوقود الصناعي. هذا لوحده من شأنه أن يخفف
التكاليف، تكاليف الإنتاج اليومية إلى الخمس. تكاليف الإنتاج اليومية الأخوات والإخوة تصل إلى $1,000,000، $1,000,000 الوقود يكلف يوميا. عندما يتم تحويل هذه المحطة إلى الغاز الطبيعي تصبح التكلفة أقل من $200,000، أي بمعنى توفير بالخمس. ولكن الأهم من التوفير في التكلفة الاقتصادية والبيئية أيضا أن هذا التحويل إلى الغاز الطبيعي سيمكننا من مضاعفة حجم المحطة، بحيث تصبح قادرة على تلبية أكثر من 70% من الاحتياجات. فبالإضافة إلى المصدرين الآخرين يصبح هناك إمكانية، وهذه توجيهات دولة رئيس الوزراء، أن يتم تشغيل القطاع الكهرباء في غزة لمدة 24 ساعة وكافية لكافة القطاعات الاقتصادية. الموضوع الآن هو قيد الدراسة. قامت حكومة مملكة هولندا مشكورة بتمويل دراستين متزامنتين، إحداهما في الجانب الإسرائيلي لتحديد مسار الخط في الجانب الإسرائيلي، وأخرى لتحديد مسارات الخط في الجانب الفلسطيني، متزامنتين، شركتين عالميتين يقوموا بهذه الدراسة. وهذا يدلل أن هناك موافقة إسرائيلية بعد أن وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على هذا المشروع الهام. هناك فريق عمل يجتمع شهريا مكون من الجهات في الجانبين، بالإضافة إلى الكوارتيت الرباعية، بالإضافة إلى بعض الجهات الدولية المشرفة على تنفيذ هذا المشروع. لقد تم الاستنتاج بأن هذا هو المشروع الاستراتيجي الذي يقدم الحل الناجع لقطاع الكهرباء في قطاع غزة. ثالثا، وعلى مستوى الشبكات، والحقيقة أن طواقم سلطة الطاقة الفلسطينية قامت بعمل مشروعات لاستبدال كافة الشبكات الكهربائية التي تم تدميرها خلال العدوان الأخير، والآن وصلنا إلى نسبة 90% من إصلاح هذه الشبكات. والجديد في الموضوع أننا الآن أصدرنا صفحة إلكترونية تبين أين يتم الإصلاح، في أي جهة في قطاع غزة. سأترك هذه مع المركز الإعلامي، وهي ما يسمى real time GIS، يعني هي في الوقت الحقيقي عندما يتم استبدال خط مدمر يتم وضعه على الخارطة ويكون موجود في الموقع الإلكتروني، ويلون بلون متناسب مع الدولة المانحة التي قامت بهذا التمويل. وكما هو واضح أن العمل جاري على كافة الجهات الجغرافية في قطاع غزة. هذا الحقيقة ما مكننا مما تفضل به أخي رئيس مركز الإعلام الحكومي، أن نصل إلى 16 ساعة يوميا من وصل الكهرباء، وهذه أرقام يعني مثبتة وواضحة. ومما مكننا من ذلك هو قيام حكومة الوفاق أيضا بالإضافة إلى هذه المشاريع بتغطية، أولا ثمن فاتورة الكهرباء من الجانب الإسرائيلي بقيمة 600 مليون شيكل فقط منذ إنشاء حكومة الوفاق الوطني، و 250 مليون شيكل لتغطية الضرائب المفروضة على الوقود. وأريد أن أضع إخواني وأخواتي الإعلاميين الفلسطينيين بصورة قرار مجلس الوزراء الذي تم أخذه بالأمس، وهو إعفاء الوقود الصناعي المورد إلى المحطة لشهرين آخرين، وهذا خلاف ما يتم ادعائه من بعض الجهات. هذا قرار مجلس الوزراء ويتم تطبيقه من قبل وزارة المالية، والتبعات المالية عليه واضحة.